Welcome to Havana. And remember, if you come to Cuba, make sure you drive a classic car. You can't miss it. You'll love it. Solo con un beso ya te lleva a volar. Te deslumbra los sentidos, te hace flotar. Tiene un sabor muy natural. Super sexy. تعج شوارع كوبا بالسيارات القديمة التي تعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي. طبعا هذه الظاهرة مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على هذا البلد، إلا أن الكوبيين حولوا هذه المشكلة الاقتصادية إلى فرصة تجارية. يقوم الكثيرون بإعادة صيانة وتأهيل السيارات القديمة وإطلاقها إلى الشوارع للاستخدام اليومي. هذه السيارة وغيرها نموذج على هذا الأمر. جئت إلى هذا الحي السكني للالتقاء بشخص اسمه فرناندو، والذي حول منزله إلى ورشة عمل يقوم من خلالها بإعادة تأهيل سيارات عدة وبشكل مستمر. سنتعرف عليه وعلى هذه التجربة المعتادة هنا في كوبا. هذه إحدى السيارات التي بدأنا العمل عليها، إنها شيفروليه موديل عام 1957 من طراز فيلي. قمنا بإزالة السقف. لقد وجدنا بأن الهيكل الرئيسي مصاب بالصدى، فقمنا بإرساله إلى شخص قادر على إصلاح هذا النوع من المشاكل. في الوقت ذاته أنا قمت ببعض التعديلات، مثلا بما أن هذه السيارة سيتم إعدادها للعمل في قطاع السياحة، فإنها تحتاج إلى مستوى عالي من الأمان فيما يخص الفرامل والمقود. سنقوم باستخدام جهاز الفرامل لهذا. إنها مضخة تكاد تكون جديدة، وقد أخذناها من سيارة مصنوعة في الصين، وهي تباع في محلات سيارات تملكها الدولة، بينما نقوم نحن بالتعديلات لتوفير فرامل جيدة للسيارة. هذا مثلا. هذه السيارة وصلتنا مع هذا النوع من الفرامل، ولكننا سنقوم باستبدالها بهذه الفرامل. نقوم بوضعه هنا، نقوم بإزالة نظام الفرملة، ونقوم بوضع أنابيب للحصول على نظام فرملة متكامل. بهذه الطريقة نقوم بتحسين الوضع الميكانيكي لهذه السيارة لتصبح آمنة لاستخدام السياح. الأمر الآخر الذي نقوم بتعديله هو تعديل نظام ناقل الحركة لتحويله من يدوي إلى آلي. نحتاج أيضا إلى تغيير دواسات الفرامل. هذه الدواسة أيضاً مصنوعة في الصين، وهي تباع في كوبا بعد أن يتم إزالتها من السيارة. نقوم بتثبيت الدواسة لنظام نقل حركة آلي. قمنا بتعديل هذه البدالة، وقمنا بتعديل هيكل السيارة ليكون مناسباً لهذه الدواسة. لقد استخدمنا في السابق قطع غيار روسية، إلا أنها لم تعد تأتي إلى كوبا، لذلك نحن نستخدم قطع الغيار الصينية المتوفرة حالياً. مثل هذه السيارة، نحن نقوم بأعمال التطوير إلى أن تصبح هذه السيارة آمنة وجميلة. فرناندو، متى بدأت العمل على هذه السيارة؟ وكم يستغرق تقريباً الوقت الذي يمكن من خلاله إعادة تأهيلها بشكل كامل؟ هذه السيارة وصلتني قبل 4 أشهر، وقد كانت في حالة سيئة، كانت مهترئة، ما تطلب منا القيام بإعادة تأهيل كاملة. بدأنا بالجزء السفلي، أي الهيكل الرئيسي للسيارة، والذي كان صدئاً. أنا أعرف شخصاً يقوم بالعمل على أجزاء السيارة هذه، بينما أنا أركز أكثر على إعادة تأهيل الجانب الميكانيكي للسيارة وتزويدها بقطع أحدث. خلال هذه العملية ومروراً بكافة الصعوبات التي تصادفنا للعثور على قطع الغيار، فإننا نسعى إلى إعادة تأهيل السيارة خلال عام واحد. الخطوة المقبلة هي إصلاح الجانب الميكانيكي، إضافة عجلات، ضمان وجود نظام فرامل جيد، وأيضاً نظام توجيه، ثم نقوم بوضع المحرك.
نظام التعليق، ثم نعطيها لمتخصص في الطلاء لإضافة اللون. سأنتهي من العمل في هذه السيارة خلال 8 أشهر. سنذهب إلى الخارج لمشاهدة سيارة عملت عليها سابقا. وصلت للتو إلى المنطقة المركزية في هافانا للالتقاء بمجموعة من ملاك هذه السيارات القديمة للتعرف على مدى إقبال السياح على استخدام هذه السيارات. الناس تحب هذه السيارات لأنها كلاسيكية. أحياناً عندما تزور كوبا تقوم بالركوب فيها. عندما تعيش في مكان آخر حول العالم ورغبت في الصعود إلى مثل هذه السيارات، أمامك خياران: إما امتلاك واحدة وهو يتطلب أن تكون غنياً، أو أن تذهب إلى المتحف لرؤيتها. فيما بإمكانك في كوبا أن تدفع $50 لأخذ جولة في السيارة لمدة ساعة، وهي تجربة جيدة. لذلك هذه هي إحدى الأشياء الفريدة في هافانا. صيانة السيارة أمر مكلف للغاية، لأن هذه السيارات أمريكية، وفي ظل الحصار الاقتصادي من الصعب علينا شراء قطع غيار، لذلك علينا شراؤها من دول أخرى. البيئة ضارة هنا نتيجة لوجودنا إلى جانب البحر، فإنه من المكلف الحفاظ على صيانة هذه السيارة، ولكن لا أحد يرغب في إيذائها. إن إيذاء هذه السيارة مثل صفع جدتك، إن عمرها 67 عاماً، لذلك الناس ترغب في المحافظة عليها لأنها تراث.